من صوتين سوز بكرس سوز جافرس كبازين غون ever voice in air on a varing air on a shop ten air on a fts air on a ft to ten a vent in chair in a toy oh no science of humanity who are of a boss in te vare air on can buy a was or buy nemne o tier on te ben on خنيرين إن فين جبيبا دكرتو أو ربشوي سبن نوتي خيري إلي شوي سفنوتي بيبان دكراتور افيوتن بين شوي سو بن نوتي او بن سوتي رسو اوز بأقرستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لين لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البابا البطريرك الأنبط ودروس الساني وشريكيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبى فيلوباتير وأبينا الأسقف المكرم الأنبى استفانوس ويغفر لنا خطايانا يا رب ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين الظاهرين انزع عنا وعن ساري شعبك عن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا نيزسنا نيف نمني ترنو فريساني مونان جنسوك بيتك تيم بنشيشنان اغومي جني هو نمني تشيلي نمي جنتي غم ترسن تبي غاجي يلينسون آمين مارن وشتنتي تريا أتف وابتف يوت نيم بشيرين ببن مائت واب آلون فادلا أهو
ونوه البيف انطان خلفي اثواب ماريا اريف نوتي ناينان هيت الناس برس فيا وقال قومت سنوس هنري خندي كوز مصيب ريتين بيش لنت جاقيا ماريا تبار سنوس شيريني ماريا تيتشرم بي اثنين صوتي تصميم سنان ابنتي بلغز شيريني ماريا هي خيل وشيريف قوك شيريني ماريا اسمعهم في اس قوك شيرينا شوي سنيوتي ان ابو او تولو شيري ماثيتي سنتي بن شويس إيسوس بي خريستو شيري نخو بمارتي رو شيري بي إفا أنجي إلسيس شيري بي أبوستولوس أبا ماركوس بي سيوري موس انتي هو إروك وإيو سيوت إترك قريب أنخن بن بطري اي ارشيد بابا اوا توادوس بار شرف ما تغرف هجم بفيس رونوس نمت بكيش جير اللي ترغوز بن يوتس هو بنزي ايكي اوز بابا قلوة دي بس كوبوس ما تغرف هجم بفيس رونوس نمت بكيش جير اللي ترغوز بن يوتس هو بنزي إيك وصعب تفانوس بيبس كوبوت ما تغرف هجم بفترونوت إيتني برس بيان تيتي سؤوتو كوسس أواب ماريا شويس أري إحموت نانم بيكو إيكو دنتين نوبي أسرن هوس روب نم بكيوتن أغسوس نم ابن مايس أول شاكي أكسو يمون نينام إيل إفلوكي سون سمرني باسي كتب نبماتي صلى لابد بطالكون أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب نفوس عبيدك بأن أخوتنا الذين راقدوا أطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين راقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البان أبينا القدسين رؤساء العصاكفة أبينا العصاكفة وأبينا القمامصة وأبينا الكسون وإخوتنا الشمام آميسا أبين الربان وبين العلمانيين وعنيا كل المسيحيين لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ولهم في موضع القدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنود في نور قديسك. أقم عسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، إن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. أنت كصالح محب البشر تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. يا رب نيحهم وفر لهم، لأنه ليس أحد طائر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم ويانا نصيبا ومراسا مع كافة قديسين. يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك انت يا رب اله ابانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا ربك مثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمنا عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك. يا رب رحمتك دائما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك، فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. وبنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
هن بخريستوس إيسوس بين شويس أمين الليلويا شرنة تنتي هو إروتيس أوابث مهن أوت ويمبارثن سنسيون فين تي مثنوت اسمافن بخريستوس شيرتي اتصميسين عن بي او اين انطاف مي بخريستوس بن نوتي تي بارثينوس اثواب ماتي هو ام شويس ايري ايبون انتف ار او ناين نيتي انتف كان النوبين عن ايبون تي بارثينوس ماريام تي ثي اوتوكوس اثواب تي بروستاتس ايتن هو تنتيب جينوس انتيتي مترومي ريب جيز بيبين ايري ايبون نارم بخريستوس اكتمون بي اي كنت ابون اطف اي ابسيت فولخين اتفا عبت شي اسمو ان خري ان خد ان جني فلتير انت ابقائي اوو نفس عجي عبو شارك سنتي اكوميني شرناكو بمارتيرو شرب إيفانجيليستي شرب أبوستولوس أبا ماركوس
بثوري مستو بهمت شويس إيري إيكون أو بثوري مستو إيفانجيليستيس أبا ماركوس بي أبوستولوس إنت بكان النوبي نانيبون شو بيئن صوير سمسيقون خني ماتشوسي إتريكن خيتو أوتن شويس النبتيرين تثاؤتوكوس ات اويم بارثينو سنسيوني فين ماتي هم في طاري ماس فين صديرن عاصوص انت بقولي اني خيسي ابولارو انت بسننا لانت بهيريني السلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسأل فيك اذكرنا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك آيات العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل دليل الشهداء دليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي تن گوشت بلقائد لینتی آناستاسیس انتنی رف موت نم بی اون انت بی اون اس نیو واحفظناها واعيننا
افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا أبي لغو سنتي
فيوت إي أفشي صارك سيبو أول خيتيني مألتي ميت إجان بكاهي أسمك أمخنوتي أبي إيل أروج إن طوء إثيمي إن رمين فاي أري إرما بمبي إير الصون أوميس إن إثيمي إتشيطايو أفشاشني إدي إمت أورو الله إمبو إشبو إبطايو دي إسنسوس إني إيومي إنسو غربابي برغوس اتشوتي اتوجه ام بيانا مين تيت اتفاي بي ام مانوئيل اتوقي اي افشو بيخ انت نجي مارين طايو انت بارتنية انتي شدتنا عدقاكية تيكا طارت امبانا جية تيثاو سلامك واغفر لنا خطايانا فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه
والروح القدس ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويهدي أمراض نفوسنا تنشتم بكريستوس بكيوت أغاثوس نم بابن ومصواك جاك أقصتي أمون السلام لك يا مريم يا أم الله القدس السلام لك يا مريم يا تكرد كل عروس السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة السلام لك يا مريم يا ثمر الذي لا طعم السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس السلام لك يا مريم حملت الغير محصول السلام لك يا مريم يا خليلة سليمان السلام لك يا مريم يا دواء يبري التعبان السلام لك يا مريم السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور السلام لك يا مريم يا سالمة من الشرور السلام لك يا مريم يا شفيعة المؤمنين السلام لك يا مريم يا صلاح السلام لك يا مريم يا ضياء البارية السلام لك يا مريم يا طهرة ونقية السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيا السلام لك يا مريم يا عروسة للدية السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة السلام لك يا مريم يا فاضلة وأمينة السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب السلام لك يا مريم يا كنز الله المرهوب السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغرور السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مربوط السلام لك يا مريم يا والدة لينا السلام لك يا مريم يا لايق له في عدا السلام لك يا مريم يا قدرة للأسماء السلام لك يا مريم يا ظهرة في البستان تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين خير فران إمفيوت
المسيح حامل خطيئات العالم احسبنا معفرة فيك الذي نعني يمينك عند ظهورك السريع المقولون نسمع برعدة أنني لست معرفكم بل نكون مستحقين لسمع صوتك الحنون المملوء فرحا يصرخ قائلا تعالوا إلي يا مبارك أبي رزق الحياة الدائمة إلى الأبد يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم يأتي ابن الله بمجد ومجد أبي ويجازي كل واحد كأعمال الذي عملها أيها المسيح كلمات الآب الإله الوحيد أعطينا سلامك المملوء فرحا كما أعطيته لرسلك القديسين قل لنا مثله إني أعطيكم سلامي سلامي أنا الذي أخذته من أبي أنا أتركه معكم من الآن وإلى الأبد يا ملك هذا اليوم الطائف إلى علو بهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب يغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل شدة يا رب اعنا واياهم ليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حتة تسبيحته دائما يا أربرز بفينيري غونوتن شويسن نبتيرنتي تأوتوكوس ماريا ما بن بن سوتير تفقان النوبي ناني بالجيف اسماروتن جيبيوت نمشيرين بن نوما إس أولا تتريا تنجيك اموت انت اناس يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا ابي بروسف شيس طاسيتي سوريني با كتب نعمتي يسعد رب يسوع المسيح إلى هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس بطلبات قديسك يا رب
واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا، رجاءنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. يا صوتم تشير يا نفرق بماش غريب أبشم بلا أسنم بإيتر فنتي بيجي أبيور وربيسي من أبيساي جوي أنسبب شوي سليلو يا مارو تشاس خنت إكليسية أنت بفلا أصوى مارو اسمه إيروف هيت كاتدرا أنت نيبرز بي جاف كونو متيوت ام بريت نانسو اف انا فينجينيت صوتن او اف اون اف اف اوركن جيب شوي سو وين اف اوم جن سوك بيف او بشاين كتا تاكسيس ملشي سدك بشوي سو وين ام مك بنيوت او بن باتريه بابا بطا ودرس بما هسنا نم بنيوتني بسكو بس أبا فيلو باتير نم بنيوتني بسكو بس أبا سيفانوس بشوي سيف إي آره إي بيتن أون خليلو يا Somen tu agio o e fange e elio o tinje vesnio khnevran me psoi senteni gom Kine avlogi tsonek tukata, lokan agio evangelium, to anagnus me. Tuksasi kireye. خوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميع زميل يا بنا داود النبي بركاته على جميعنا آمين لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي اللي فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل النبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على تقسيم القصادك
الرب عن يمينك يا أبانا القديس المكرم البابا الأنبات مدروس الثاني وشريكيك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا فيلوباتير وأبينا الأسقف المكرم الأنبا استفانوس الرب يحفظ لنا حياتكما مبارك الاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وفيما هو يتكلم سأله في الريس أن يأكل عنده فدخل واتكأ وأما الفريس لما رأى تعجبا أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبسا أيها الجهال أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا بل اعطوا ما عندكم صدقة وها كل شيء يتطهر لكم ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسزب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك وإن لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وإن لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشون ولا يعلمون فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا أيها المعلم عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا أما هو فقال وأنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم ويل لكم فأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباءكم قتلوهم فأنتم إذن تشهدون أيضا وتصرون بأعمال آباءكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كيفما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا ابن برشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت نعم إني أقول لكم إنه سيطلب من هذا الجيل والمجد لله Oh,
كثيرات منا كرمت عليك أنت أكثر من جميعنا لأنك أنت فخر العذراء يا مريم والدة الإله عربرز بابي ناريبون وتكشيت انك ترنتي في أوتوكور ماريا ما بين بين صوتير انت فكان النوبي نان ايبول طبي مبشوين سري ايبون اوبي سيوري موسن ايفانجيليستيس ماركوس في أغسطولوس انت فكان النوبي نان ايبول طبي مبشوين سري ايبون ناشوين سنيوتي امينو شيري أفا أنطونيوس نم أفا بافلي انت فكان النوفي نان ايفول طبه مبشوي سيري ايقون بنيوت ثواب مبطري عرشيز بابا أفا تودرس بعرشي ارف انت فكان النوفي نان ايفول طبه مبشوي سيري ايقون بنيوت ثواب ذيك اسعب في لوباتير بيبيسكوبوس انت فكان النوفي نان ايفول طبه من شوي سيري ايقون بنيوت ثواب ذيك اسعب ستيفانوس بيبيسكوبوس انت فكان النوفي نان ايفول جيف اسماروت انجيف يوت نمشيري نمبي بنظمة اسقوب تترية سجيك فول إن أشتم مستنتي أونا يا أبانا الذي في السماوات Ενώπιον σου, Κύριε, ευλός χωμήν σε ο μεταβούβο, αμή. Ειρήνη πόση. غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ان امسكتموه عليهم سكه تلان يا سيدنا من كبار السكه الاطهار انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا التي على الارض وان يربطوا حضنك دافي باب الرحمة انت يا بتول ابنك فادي حياتنا وشاف انفسنا ونمدح فيك ونقول امي عذرا حضنك دافي باب الرحمة انت يا بتول ابنك فادي حياتنا وشاف انفسنا ونمدح فيك ونقول طوباك يا ام الله بالحب انت خدمتي مولود منك شايلة بحلول الروح جبتي طوباك يا أم الله بالحب انت خدمتي مولود منك شايلة بحلول الروح جبتي شفت ملاك الرب وزارك من يومها طوبك الناس أم العفة الرب اختارك من زيك بين الأجناس شفت ملاك الرب وزارك من يومها طوبك الناس أم العفة الرب اختاري من زيك بين الأجناس ما لقاش أبدا في جمالك في بنات الدنيا بحالها جالنا وتجسد منك أحزان العالم شالها ما لقاش أبدا في جمالك في بنات الدنيا بحالها جالنا وتجسد منك أحزان العالم شلها
عذرا حضنك دافي باب الرحمة انتي يا بتول ابنك فاد حياتنا وشاف انفسنا ونمنح فيك ونجوم طوبى يا ام الله بالحب انت خدمتي مولود منك شيلة بحلول الروح جبتي ملكة جنب الاب ويمينه بتصلي في كل الاوقات صلي لشعب الرب يعينه وياك يبعد تعزيه ملكة جنب الاب ويمينه بتصلي في كل الاوقات صلي لشعب الرب يعينه وياك يبعد تعزيه مريم سوريا علشان حملت رب الاكوان وتابوت العهد ومنك جلى الرب الديان مريم سوريا علشان حملت رب الاكوان وتابوت العهد ومنك جلى الرب الديان بالرحمة انتي يا بتول ابنك فاد حياتنا وشاف انفسنا ونمدح فيكي ونقول امي عذرا حضنك دافي باب الرحمة انتي يا بتول ابنك فاد حياتنا وشاف انفسنا ونمدح فيكي ونقول يا مالكا يا عظيمة
ونحظى بالنعيم أنت يا النعمة. يا ابنة داود كم من كم قديم يا بشر بورود ابنك في العالم كم من كم موجود في حبك هايل كم أمثل كم أقوال ونبوة حتى خلصنا وتألم سيدنا
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. صوم ست العذراء وربنا بعت لنا بركه كبيره النهارده في نهضه ست العذراء نيافه الحبر الجليل الانبا في لوباتير اسقف ابو قرقاس وتوابعها. سيدنا الانبا في لوباتير اعرفه من 24 سنه لما كنت راهب في الدير وماسك الكليريكيه وسيدنا كان في كليريكيه امبرويس ولي صديق كان في كليريكيه المحره وكان في تواصل. سيدنا الانبا في لوباتير يتميز بالاسلوب العميق البسيط العميق البسيط في شخصيته العميق البسيط في اسلوبه العميق البسيط في حياته. من يتعامل معه من او عارفين الحب من اول نظره سيدنا الانبا في لوباتير الحب من اول نظره او نتعامل معه تبعه على طول. احنا بنشكر ربنا على عطيته لينا وربنا يعطينا اذان صاغيه لكي ما نسمع ما يقوله الروح القدس على فم سيدنا الانبا في لوباتير. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دار الدهور كلها امين. من اعماق قلبي بشكر محبه سيدنا الحبيب الانبا استفانوس على كلمات المحبه التي لا استحقها. اشكره على محبته وضيافته. اشكره انه اداني فرصه اخذ هذه البركه معه في هذه الايام المباركه وأؤكد على محبتي العميقة والطويلة بعيدة لسيدنا الحبيب الأنبا استفانوس بالفعل من أيام الكلية الكليركية ثم أيام الدير ثم أيام خدمتي في الكلية الكليركية. وسيدنا الحبيب بيدرس في الكلية الكليركية في الدير الحرة مادة الرعاية ومثال حقيقي بكل أمانة وشهادة أمام الله للأب الأسقف الذي نتعلم من سيرته ومن حياته ومن اتضاعه. وأشهد حقيقي أنه طول فترة خدمتي في الكليركية 4 سنين سيدنا كان بيتعامل باتضاع مدرس عادي خالص في التزامه في مواعيده. يستأذن لما يكون هيغيب. أنا كنت بخجل جدا قدام اتضاع سيدنا بس الحقيقة كنت بقول له يا سيدنا أنا بتبسط جدا لما اشوفه وبتعلم منه نموذج اب اسقف رائع فاضل في كنيستنا. نتبارك هذه الليله بالتامل في فضيله للسيده العذراء ظهرت من خلال انها اسرعت اول ما عرفت البشره بالحبل بالسيد المسيح له كل المجد. الكتاب بيخبرنا ان السيده العذراء عملت ايه؟ سبحت تسبحة وبترد في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول وبتعرف بإنشودة أو بتسبحة العذراء. سأذنكم نقراها مع بعض. بشارة معلمنا القديس لوقا الإصحاح الأول: فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. هذه الإنشودة بتحوي أو بتوضح أكثر من فضيلة للعذراء منها الاتضاع. نظر إلى اتضاع أمته بتيجي في الترجمة
مش عبدته المتواضعة، مش بتقول كده عن نفسها، لكن تقصد أو الترجمة الدقيقة أمته الوضيعة القليلة غير المستحقة. ففضيلة الاتضاع كانت فضيلة أساسية في حياة العذراء، لكن اللي أنا هتكلم عنه النهاردة الصلاة كفضيلة ضرورية جدا. واضح جدا السيدة العذراء كانت إنسانة صلاة، أنها تسرع لتسبح الرب وتعترف بفضله، لأن القدير صنع بعظائم. الحقيقة أن الصلاة، أما نتكلم على فضيلة الصلاة وده اللي هتكلم عنه هذه الليلة المباركة، الصلاة الآباء اتكلموا عنها كتير وعرفوا تعريفات كتيرة عن الصلاة، مش هحب أن أنا أدخل كتير في تفاصيلها، لكن هقول يعني أبسط تعريف للصلاة أن هي أقوى أداء نقترب بها إلى الله. أنا لما أكون عايزة أتواصل مع واحد هكلمه، أبسط حاجة هعملها إن أنا هقف وأتكلم معه. فأبسط وسيلة، أقوى وسيلة بنتواصل بها مع الله هي الصلاة. فأبسط تعريف أقدر أعرف به الصلاة هي أقوى وأداة أستطيع أن أتواصل بها مع الله. عشان كده بعض تعريفات الآباء بتأكد على المعنى ده. يعني القديس باسيليوس الكبير في تعريفه عن الصلاة يقول التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها. عشان كده القديس بولس لما يقول ينبغي أن يصلى كل حين، الصلاة صلاة في كل سيد له المجد، ينبغي أن يصلى كل حين زي ما قال السيد له المجد. الصلاة كل حين يعني أنا ملتصق بالله في كل لحظات حياتي، في أي موقف بيحصل اللي أنا بعمله إن أنا بتصل بالله بصلي، في أي حاجة بتحصل لي أنا بتصل بالله بصلي، وده اللي عملته العذراء. والحقيقة إن العذراء لما تبتدي صلاتها بالتسبيحة تسبح أو تعظم نفس الرب، التسبيح لله والشكر لله هو أعلى درجات الصلاة، ولا يجوز إن إحنا نبتدي صلاة إلا بتسبيح وشكر ربنا. وعشان كده الكنيسة بتعلمنا إن كل بداية بتبتديها الكنيسة في أي صلاة من صلواتها تبتدي بشكر ربنا. سيد له المجد نفسه لما قال متى صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا أبانا الذي في السماوات، أول حاجة ليتقدس اسمك، ليتقدس اسمك، ليتعظم اسمك، ليتمجد اسمك. لا ينبغي ولا يجوز أن نبدأ صلاة إلا بتسبيح الله وشكره. قبل ما نبتدي نطلب أي طلبات المفروض أن احنا بنقدم الشكر والتسبيح لله. عشان كده يقولوا أن التسبيحة هي صيغة صلوات وحياة السماء. السماء اللغة اللي تسود عليها التسبيح الدائم، وزي ما شرح سفر الرؤيا أنه في السماء سنطرح كل أكليننا عند أقدامه ونقول أنت مستحق كل المجد وكل كرامة. فالسيدة العذراء إنسانة مصلية أسرعت إلى الله بالتسبيح. والصلاة عامة بتعني إحنا لما بنصلي بنعترف بأكتر من حاجة. أول حاجة بنعترف بيها إن إحنا بنعترف بفضل الله. أول حاجة بنعملها في الصلاة بمجرد إن إحنا بنصلي في شكرنا وتسبيحنا لربنا، إن إحنا بنعترف أنه مستحق كل المجد وحده، وبنعترف بفضله وبعظيم عمله معنا. زي ما قالت العذراء تسبح نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ليه؟ قالت لأن القدير صنع بي عظائم. العذراء بتعترف في تسبيحتها، وده التسبيح لله، نحن بنعترف له بعظم عمله الدائم معنا. المزمور لما بيخبرنا اشكروا الرب ليه؟ لأنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. مزمور بيخبرنا أن عمل الله دائما صلاح، ما بيعملش غير صلاح، ما بيعملش غير صلاح، ولا يمكن أن يأتي وقت يكون الله غير رحيم. اشكروا الرب فأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. فالعذراء في تسبيحتها شملت الكلمات دي، العظيم القدوس صنع به عظائم واسمه قدوس، وبتقول ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقون. فكأن العذراء رددت فعلا بالمزمور اشكروا الرب
لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. فأول تعبير بنعبر به في صلاتنا اعترفنا باستحقاق الله كل شكر وكل مجد وكل كرامة وكل سجود، وأن كل ما نحن فيه هو من الله. كل ما نحن فيه من الله، حياتنا من الله، صحتنا من الله، كل نعمة بنحصل عليها من الله، وبالتالي ما نقدرش نعمل حاجة غير أن احنا نقدم له الشكر والسجود ونعترف بعظم عمله الدائم معنا. الحاجة التانية اللي بنعلنها في صلاتنا إيماننا أنه قادر. احنا لما نيجي نقسم الصلاة كده ونقول أن احنا بنبتدي صلاتنا بالتسبيح والشكر ربنا والاعتراف له، ثم بنطلب طلباتنا، وإن كان الكتاب علمنا أنه لازم تكون طلبتنا الأولى اطلبه أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم وتتم. لكن إحنا بنطلب من الله وإحنا بنصلي بنعني وبنعلن إيماننا أنه هو القادر أن يفعل. أنا عندي حاجة هطلبها من اللي يقدر يعمل، أنا عندي مصلحة هروح للموظف اللي بيخلص المصلحة دي، أنا عندي حاجة عايز أعملها في البيت هجيب الراجل اللي يقدر يصلحها أو يعملها. فأنا بصلي ليه؟ لأن أنا بعترف وبعلن أن القادر أن يفعل هو الله نفسه، سواء ليا لشخصي، يعني أنا بطلب ليا وبطلب لغيري. والحقيقة أن الكتاب قدم الاثنين دول، في ناس طلبوا لأنفسهم زي ما نقول بعض أمثلة قدام في العظة، وفي ناس طلبوا لآخرين، ويمكن أشهرهم المرأة الكنعانية التي طلبت من أجل ابنتها وشفيت على بعد في الحال التي طلبت فيه من المسيح. فإحنا في صلاتنا بنعلن إيماننا أن القادر أن يعطينا ما نحتاجه، القادر أن يعطينا سؤل قلبنا، القادر أن يستجيب طلباتنا، يحل مشاكلنا، يشفي أمراضنا، يعطينا ما نحتاجه لنا أو لغيرنا هو الله نفسه. ويمكن في تاريخ الكنيسة القصة الشهيرة للقديسة مونيكا وابنها أغسطينوس، إنه لما بنقول ابنك يا مونيكا ابن الدموع مش ممكن يهلك. ليه؟ لأن الله استجاب لصلوات وطلبات أمه القديسة مونيكا. وبالفعل تغير القديس أغسطينوس، وإن كنا يعني طبعا لازم ناخد بالنا إنه صلاة القديسة مونيكا ما كانتش هتجيب النتيجة إلا باستعداده هو، لكن هي صلت من أجله وسمي ابن الدموع أنه بصلوات ودموع أم القديسة مونيكا تغير القديس أغسطينوس وتغيرت حياته تماما. فنحن في الصلاة نعترف بفضل الله علينا ونعلن في صلاتنا إيماننا بأن القادر أن يفعل وأن يعطي لنا أو لغيرنا هو الله وحده. صلاة أداة عظيمة بنقترب بها لله، وزي ما قال القديس باسيليوس أنها التصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها. قال القديس أغسطينوس اللي بنتكلم عنه باختصار، الصلاة هي مفتاح السماء. بالرغم من عظمة الصلاة وبالرغم من ضرورة الصلاة وبالرغم من أنه ينبغي أن يصلى كل حين وصية صريحة، لكن سمعنا في الكتاب المقدس كلمات أخرى عن الصلاة. فمرة قال تطلبون ولا تأخذون، يعني صلواتكم مش هتتسمع. وليه السبب؟ قال لأنكم تطلبون رديا. وقال كمان قديس بطرس كذلكم أيها الرجال اسلكوا بالفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة. ليه؟ لكي لا تعاق صلواتكم. تعاق يعني إيه؟ يعني ما توصلش، تقف. وإحنا بنصلي إحنا عايزين صلواتنا توصل، عايزين صلواتنا تصل أذن الرب. ربنا سامع طبعا، بس فاعليتها تقف. لما يقول لكي لا تعاق صلواتكم يعني في صلوات معاقة، يعني في حاجات بتخلي صلواتنا مش مقبولة، يعني في حاجات بتخلي صلواتنا مش مسموعة. عشان كده هقول نقطتين. النقطة الأولى أسباب الصلاة المرفوضة،
والنقطة اللي بعديها شروط الصلاة المستجابة. أول حاجة في الصلوات المرفوضة صلاة العبادة المظهرية، ودي ليها أكتر من شك. أولهم يمكن سمعنا في إنجيل العشية عن رياء الكتبة والفريسين، وسيد المسيح قال من ضمن الموعظة على الجبل: متى صليت فلا تكن كالمرائين الذين يحبون أن يصلوا في المجامع وزوايا الشوارع لكي ينظرهم الناس. يعني في ناس بتصلي عشان يبان أنه بيصلي، يتخذ مكان ظاهر يعلن نفسه علشان يبان أنه بيصلي. فالمسيح قال خلاص، هو صلى علشان الناس تشوفه بيصلي، فخلاص يستوفي أجره من الناس اللي شافته. وأعقب كده وقال: أما أنت فما تصليت، أدخل إلى مخدعك وإغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في السماوات، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فشكل من أشكال الصلاة صلاة المرائين الذين يصلون من أجل أن يجلبوا على أنفسهم مديح الناس، زي ما تكلم المسيح على الكتبة والفريسيين المراؤون. وهم الحقيقة كانوا بيعملوا كده، كانوا يختاروا المكان الأسوأ، يختاروا المكان اللي يشوفهم فيه أكبر قدر من الناس ويصلي ويصنع الصدقة بتاعته علشان يظهر للناس. ولما يجي يصوم لازم يظهر نفسه أنه صائم، وده تكلم عليه المسيح في الموعظة على الجبل. وقال عليهم المسيح، ويمكن ده اللي سمعناه في إنجيل العشية، قال إن أنتوا باللي أنتوا بتعملوه ده، الكتبة والفريسيين وأي واحد بيسعى للعبادة الظاهرية بدون القلب اللي قال ربنا: يا ابني أعطني قلبك، اللي عايزه ربنا، قال إن أنتوا بتطهرون خارج الكأس والصحفة لكن داخلهما مملوء اختطاف وكل نجاسة. فقال لهم: فتشبهون قبور تبدو مبيضة من الخارج وداخلها عظام أموات وكل نجاسة. مسيح اتخذ مثل كان بيشوفه اليهودي ويعرفه في الوقت ده في أورشليم، واللي كان فيها لازم يروح يعيدوا عيد الفصح، ولازم يجي من كل أنحاء المسكونة كل اليهود ويجتمعوا في أورشليم حيث الهيكل، علشان عيد الفصح ما ينفعش يعملوه غير هنا. وكان في الشريعة اليهودية إنه علشان لو لمس أي عظام أموات يتنجس فيمتنع عن الاحتفال بالعيد. فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا بيبنوا القبور داخل المدينة، في مدخل المدينة على جانبي الطريق. فطب اليهودي اللي جاي من آخر الدنيا عشان يروح يحتفل بعيد الفصح ويروح يلمس القبر ده ويتنجس ويروح عليه الاحتفال بالعيد بعد كل المشوار اللي عمله ده، فيعملوا إيه؟ فكانوا يجيبوا لون أبيض واضح، دهان أبيض لامع كده، ويدهنوا بيه القبور من الخارج، فالناس يشوفوها فيبتعدوا عنها علشان ما يتنجسوش. فالمسيح قال لهم: اللي مصر على العبادة الظاهرية، اللي يهمه الشكل، اللي ما بيعملش زي ما قال بولس: أصلي بالذهن وأصلي بالروح، أيضا أرنم بالذهن وأرنم بالروح، أيضا أرنم بالروح وأرنم بالذهن، أيضا تأسف أصلي بالروح وأصلي بالذهن، أيضا أرنم بالروح وأرنم بالذهن، أيضا زي ما قال القديس بولس. قال لهم المسيح: أنتوا عاملين زي القبور دي، شكل من برة حلو ومبيض وجميل الشكل، لكن في الحقيقة الداخل عظام أموات وكل نجاسة. كذلك أيضا من أشكال العبادة الخارجية: لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. وده اللي أنا عايز ألفت نظركم ليه، إن صلواتنا حتى الصلوات الليتورجية وحتى الصلوات الطقسية وحتى صلواتنا في البيت في صلوات السواعي، أولا بس أنا عايز أقول قبل ما أتكلم عشان نفهم صح، إن فكرة الصلاة الليتورجية فكرة كتابية، فكرة كتابية تماما، واللي أسسها المسيح نفسه. يعني كون إن المسيح يحط لي نص: متى صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك إلى آخره. ده أول صلاة نقدر نصليها مع بعض ونردد كلمتها معا كصلاة ليتورجية، يعني صلاة بيشترك فيها الشعب معا. المسيح اللي وضع الأساس ده، ففكرة وجود صلوات ليتورجية منظمة وكلمات محفوظة فكرة كتابية أسسها المسيح. ولما كانوا بيجتمعوا يكسروا الخبز، ما هم كانوا بيصلوا صلوات مع بعض، وصلوات التأسيس أساسا اللي بيصليها الأب الكاهن في القداس وقسمه أو وزاق وأعطاه، كانوا بيصلوا بها ثم كتبت في الإنجيل اللي هي بيسموها رواية التأسيس. ففكرة الصلوات الليتورجية فكرة كتابية لا خلاف عليها، لكن اللي يهمني إيه؟ إن هي ما توصلش عندي لفكرة محفوظات برددها وأنا دماغي في وادي تاني. يعني لو واحد وقف صلى الأجبية في البيت وصلى المزامير بتاعته، أو واحد جه حضر القداس والشعب بيقول مثلا بموتك يا رب مبشر أو بشفاعات والدة الإله أو أي مرد من المردات اللي بيصليها الشعب، وإحنا مجرد بنردد الكلمات دون روح ودون ذهن ودون رفع قلب، لا ترددوا الكلام باطلا كالأمم. هيقول ربنا هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد بعيدا عني، لكن مش ده طلب ربنا. طلب ربنا يا ابني أعطني قلبك. عشان كده من كلمات البابا شنودة أن رفع القلب أو خفق القلب إيه؟ صلاة. فأشكال العبادة الظاهرية، واحد يصلي علشان يرى ظاهرا، واحد بيردد كلمات بدون ما يعيشها ولا يفهمها ولا في رفع قلب لله، كلها ممكن نقول عليه بيصلي صلاة غير مقبولة غير مشموعة. عشان كده في العصور الوسطى لما العبادة الظاهرية طغت على الجوهر، أحد الكتاب والمؤرخين بيقول إن من أسباب الفساد الذي حدث في العصور الوسطى أن العبادة الظاهرية طغت على الحياة الروحية وأفسدتها. فشكل أو سبب من أسباب أن تعاق صلواتنا أن يكون صلاتنا صلاة عبادة ظاهرية كالمرائين يرددوا الكلام باطلا كالأمم، يصلوا لكي يراهم الناس مصلين قائمين في الصلاة، وكل أشكال العبادة الظاهرية. سبب تاني من أسباب رفض الصلاة ذبيحة الأشرار مكرها للرب وصلاة المستقيمين مرضاته. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرها. تخيلوا مكرها، يعني ربنا يكرهها، غير مقبولة، لا ترضي قلب الله. احنا مفيش حد بلا خطية، بس عايز أفرق لك بين الشرير والخاطي. لما بيقول أن ذبيحة الأشرار مكره الرب، طب ما احنا أساسا لما بنيجي نقدم الذبيحة احنا بنعترف أن احنا خطأ وبنقدم التوبة وبننال أساسا يعطى لغفران الخطايا. عشان كده لازم تفهم أن في فرق بين الشرير والخاطي. الخاطي يسقط عن ضعف، الخاطي يسقط ولكن بندامة يعود، الخاطي لا يصر على الاستمرار الخطي، لا يستمر الخطي، لا يشرب الاسم كالماء. أما الشرير فواحد بينتهك كل الوصايا دون رادع، مفيش ضمير، زي ما قال يشربون الاسم كالماء. الشرير يعني واحد مصر على خطيته، واحد مصر على شره، واحد لا ينتوي التوبة، واحد لا يشعر بندامة، واحد لا يريد الرجوع ومستمر في شره ويقف قدام ربنا. هيسمعه ازاي ولا يقبل ذبيحته ازاي؟ في جزء في سفر عموس خطير جدا، شعب لما استمر في خطيته وربنا رفضه، فربنا قال عبارة خطيرة جدا. هما كانوا بيروحوا يصلوا الأغاني أو الترانيم، يعني ترانيم ممكن تسمى أغاني روحية. فيروح ربنا يقول لشعب إسرائيل إيه؟ أبعد عني ضجة أغانيك. يعني الترانيم اللي أنت بترنمها يا شعب إسرائيل
أصبحت بالنسبة لي ضجيج. ضجيج يعني إيه؟ يعني دوشة. الدوشة يعني إيه؟ يعني لا أنا سامعها ولا أنا فهمها ولا أنا قابلها ولا أنا مرتاح لها. فيقول له أبعد عني ضجة أغانيك. تخيلوا أن الشر يجعل صلاتنا كأنها ضجيج لا يقبله الله ولا يرغب أن يسمعه. سبب ثالث وأخيرا، أنا مش هطول كتير وهنقول عن النقطة اللي بعديها. قالوا الكتاب تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضيا. تطلبون رضيا، خلينا أقول يعني التفسير أو المثال الأبسط ليها، تخللوا لو واحد واقف يدعي على بالشر على غيره، أيا كان إنسان في البشرية، ما ينفعش يعمل كده، وما ينفعش أنا ابن ربنا أعمل كده، لأنه وأكتر واحد هيضايقني مين؟ اللي بيسيء لي. يعني أنا لو أنا لا هجد لنفسي مبرر إن أنا أدعي على واحد، أدعي على اللي بيسيء لي. لكن يجي المسيح يقول له، يقول لي إيه؟ صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني لما طلب أصلي من أجل، صراحة كده صلي من أجل الذي يسيء إليك. فتخيلوا لما أنا أقف وافتكر نفسي بصلي وأدعي بقى بالخراب وبالأمراض وبي وبي على أي واحد، فما بالكوا بقى لما يكون واحد ما بيضايقنيش. لكن حتى اللي بيضايقني واللي بيسيء ليا ما أقدرش أعمل كده، ما أقدرش أعمل كده. الحقيقة الوصية واضحة، لكن الضمير وعمل الروح القدس جوايا والضمير المقب روح الله ما يقدرش أصلاً يقف يدعي على حد، ما يقدرش. ولو وقف وعمل كده هيقول له تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضين. أو واحد يطلب طلبات غير صالحة لنفسه، بلاش بيدعي على حد، لكن بيطلب لنفسه طلبات غير صالحة، بيطلب أنه يوفق في خطأ أو في شر، مش ممكن ربنا هيسمع له. فتحتيها بقى حط أي نوع من الطلبات الرضية، تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضين. فالعبادة أو الصلاة الظاهرية صلاة معاقة لا تصل إلى أذن الرب كل أشكالها. صلاة الأشرار مكرها للرب. الطلبات الرضية لا رد لها ولا استجابة لها. تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضين. أما الصلوات المقبولة فهي أول حاجة لازم أنتبه أن تكون زي ما قال المسيح، صلي إلى أبيك الذي في السماوات. إيماني بالله، صلاتي إلى الله. الكنيسة تؤمن جدا وتتمسك بشفاعة القديسين، والحقيقة شفاعة القديسين من ضمن غنى كنيستنا، إن إحنا بنطلب منهم أن يصلوا عنا وأننا ننظر إلى سيرتهم. يعني العذراء وإحنا بنتأمل هذه الليلة في فضائلها، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فوجود القديسين في الكنيسة غنى ودروس مستمرة، بالإضافة إلى طلب شفاعتهم وصلواتهم. زي ما إحنا بنطلب، ولما حد بيشوف الأب الأسقف ولا الأب الكاهن، صلي لي، أبسط حاجة صلي، كل الورق اللي بيوصل طلبات إن إحنا نصلي. ولإيماننا بأن القديسين أحياء فنحن بنطلب منهم أن يصلوا من أجلنا وأن يعضدونا بصلواتهم. لكن لازم أكون مميز ولازم أكون واضح أن صلي إلى أبيك الذي في السماوات. صلواتي وطلباتي إلى الله، وإيماني أن القادر أن يفعل هو الله. فأول حاجة أن تكون الصلاة لله. تاني شرط لصلاة المقبولة الإيمان. الذي يأتي إلى الله لابد أن يؤمن أنه موجود. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كل ما تطلبونه في الصلاة تنالونه، لا، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. عشان كده بالإيمان تحرك الجبال، بالإيمان تستطيع أن تقول بحر ينتقل ينتقل. والحقيقة إن الإيمان بنشوفه في أطفالنا،
وممكن تلاقي الطفل بيصلي صلاة قوية قوي وهو واثق جدا من استجابة ربنا لقوة إيمانه. عشان كده جاب المسيح ولد وقال إنه إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. في ذهني قصة حلوة كان حكاها حد من الآباء، بس أنا مش قادر أتذكر حد من الآباء في وعظة يعني، حكى قصة عن إن طفل صغير كان في مدارس الأحد، وفي الدرس الخادمة بتقول إنه اللي بيشرب سجاير أو اللي بيشرب خمور مش هيروح السما. فلقت الولد الصغير بيبكي، فقالت له بتبكي ليه؟ قال لها لأن بابا بيشرب خمور كل يوم، بيروح يجيب إزازة ويشرب. وفضل الولد يبكي، فالخادمة علشان تطيب خاطره قالت له معلش صلي وربنا يخليه يبطل. ويمكن الخادمة قالت له كده، ويمكن ما كانش عندها إيمان إن يقدر الولد يصلي ويغير. عشان كده في مقولة كده شفتها على كتاب، غير عالمك بالصلاة. الصلاة بالإيمان تقدر تغير. فالولد لإيمانه، الإيمان النقي بتاع الطفل قبل ما يتشوش، يروح يجري على البيت وهو واثق إنه هيقف يصلي وبصلاته ربنا هيغير أبوه. فدخل الولد الأوضة وقفل على نفسه وركع وفضل يصلي ويبكي إن أنا عايز بابا يدخل السماء فلازم تخليه يبطل اللي بيشربه. ورجع الأب كالعادة كل ليلة جايب الإزازة اللي بيشربها، فأول مرة سقطت من إيده انكسرت، ما خدش باله، ربما حدثت أكثر من مرة ووارد الحدوث يعني، فراح جاب غيرها اتكسرت. ابتدى يشك شوية وإيه اللي بيحصل، راح جاب الإزازة التالتة، يفاجأ إنها بتقع منه تتكسر. وفي اللحظة دي بدأ يسمع صوت ابنه، فجري على الأوضة يشوفه وهو بيصرخ، ويسمع وهو داخل ابنه الطفل الصغير وهو بيصلي ويبكي بدموع وبيطلب من أجله إن ربنا يخليه يبطل اللي بيشربه كل يوم علشان يروح السماء. وتغير الأب، ربنا زي ما بيقولوا بيعمل، حتى لو بيعمل بأسباب معينة أو بطريقة معينة، لكن تعامل الله واستجاب لإيمان الطفل وتغير أبوه من هذه اللحظة بصلاة ابنه. فصلاة الإيمان بالفعل تشفي المريض زي ما قال القديس يعقوب. الإيمان كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. الشرط الثالث لكي تكون الصلاة مستجابة، زي ما احنا قلنا إن صلاة الأشرار مكرها أو ذبيحة الأشرار مكرها للرب، لكن صلاة المستقيمين مرضاته، صلاة المستقيمين. فكل ما ناحية باستقامة، كل ما ناحية في بر، كل ما ناحية زي ما قال كده اقتربوا في يعقوب، اقتربوا إلى الله يقترب إليكم، نقوا أيديكم. الاستقامة وحياة البر والطهارة والحياة حسب وصايا الله تجعل صلاتنا مرضات لربنا، يقبلها، يرضى عنها، يشتمها رائحة بخور. عشان كده قال طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. فثلاث شروط مهمة قوي أحطها قدامي. أولا أصلي إلى الله، أؤمن بوجوده وأؤمن أنه قادر، أنقي حياتي وأحيي حياة الاستقامة وحياة البر، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. رابع حاجة عدم التشبث. أحيانا تيجي طلبات كده، لما يجي ورق مثلا في الاجتماع ولا حاجة، فلاقي كده الناس محددة، صلي علشان فلان يسافر المكان الفلاني، وفلان يدخل الكلية الفلانية، وفلان يشتغل الوظيفة الفلانية، والورق عبارة عن تحديدات، أنا عايز ده بالظبط، أنا عايز يحصل 1، 2، 3. لكن الحقيقة إنه أساساً في بداية الصلاة الربانية، وكما علمنا السيد له المجد ليتقدس اسمك
ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. خلي بالكوا التلاتة في قوس، مش لتكن مشيئتك بس كما في السماء كذلك على الأرض، التلاتة في قوس يعني إيه؟ يعني ليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السماء يتم أو تتم فيها مشيئة الله بشكل مطلق، ونحن نسعى في الأرض ونطلب أن نحيا بحسب مشيئة الله، لكن وجود الشر والخطية والعناد والبعد عن الله كلها تدل أن مشيئة الله لا تتم في الأرض. لكن في صلاتي يجب أن أقدم مشيئة الله وأطلب إرادته الصالحة. يبقى أخيراً سؤال أكيد بيتردد في أذهاننا: نحن صلينا كثيراً ولم نستجاب، نحن طلبنا طلبات صالحة بإيمان ولم يستجاب، صلينا كثيراً ولم يشفى مريضنا، صلينا كثيراً ولم نحصل على طلباتنا رغم أننا نرى أنها صالحة. سؤال أكيد في ذهننا إن إحنا صلينا إن إحنا صلينا ولم تستجاب طلباتنا ليه؟ عايز أقول لكم إنه في ثلاث طرق تعامل بها الله في الكتاب المقدس في استجابة الصلاة. الأولى الاستجابة الفورية، في إنجيل القديس متى الإصحاح الثامن راح واحد أبرص قال له إن أردت أن تطهرني، فقال له أريد فأطهر، فتطهر أو طهر في الحال، استجابة فورية. إن أردت تقدر أن تطهرني، ده اللي قاله الأبرص، فقال له أريد فطهر في الحال. فعند ربنا طريقة أنه يستجيب، بتصلي تلاقي استجابة فورية حصل، لكن مش بالضرورة ده اللي بيحصل. الطريقة الثانية الاستجابة لكن مؤجلة، وده كان واضح قوي في حياة إليصابات وزكريا. كتاب بيقول لنا أن زكريا كان بيبخر في الهيكل وظهر له الملاك وقال له أن إليصابات حامل، وكان الطبيعي صلاتك استجيبة تقول له شكرا، لكن زكريا ما ردش عليه وقال له كده، قال له كيف أعلم هذا، ده أنا إليصابات كبرت وتقدمت في أيامها، تخلف إزاي؟ فده يخلينا نفهم إيه؟ إن زكريا وإليصابات كانوا بيصلوا في وقت، صلوا وربنا حفظ صلاتهم لكن له توقيتاته. ما ننساش إنه كتاب قال كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، فصلاتهم مستجابة أكيد، وفعلا ربنا استجابها، بس هيديها إمتى؟ دي بتاعته هو. سمعت واحد قال إنه طبعا لو كان ربنا اداهم في وقتهم المبكر ما كانش هياخدوا يوحنا، ما كانوش هياخدوا أعظم مواليد النساء، ما كانوش هياخدوا الملاك اللي هي الطريق أمام المسيح. عشان كده قال يا بخت اللي ينتظر الرب، اللي ينتظر ربنا بإيمان ياخد أعظم حاجة. لكن تبقى هناك قصة شهيرة معروفة، بولس الرسول الذي صلى زي ما قال ثلاث مرات من أجل شوكة في الجسد وربنا ما ادالوش، بالرغم من صلاح بولس وبالرغم من تعب بولس في الخدمة وبالرغم من أن بولس كان يفني حياته في الكرازة وانتهت حياته أنه مات شهيدا وهو يكرز باسم الرب، لكن ربنا ما ادالوش. هل ربنا تعند بولس؟ هل ربنا قال لبولس مش هسمع لك؟ هل ربنا قال لبولس أنا مزاجي كده مش هشفيك؟ إطلاقا. ما ننساش الرب صالح ومش هيعمل غير صلاح، لكن ربنا قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني إيه؟ يعني أنت يا بولس هتختبر في هذا المرض وفي هذا الضعف
نعمة وقوة لن تختبرهم في صحتك. فحتى لما ربنا ما استجابش صلاته كانت استجابة أعظم، كان بيعطيه أعظم من اللي بيطلبه. أسهل حاجة يا جماعة عند ربنا المعجزة، أسهل حاجة بكلمة يشفي المريض، بكلمة يهدئ البحر، بكلمة يفتح السماء ويغلقها، بإرادته مش بكلمة حتى، بإرادة الله يقول للشيء كن فيكون. فأسهل حاجة عند ربنا المعجزة. لو أي طلبة من طلباتنا بنرفعها قدام ربنا لازم نبقى واثقين إن يقدر ربنا يعملها. بس عايز أقول لكم حاجة احفظوها، إحنا عايزين اللي بنطلبه عشان نتبسط، عايزين نحصل على الوظيفة دي لأن دي اللي هنتبسط بيها، عايزين نسافر السفرية دي لأن هي دي اللي هتبسطنا ونحقق فيها مستقبلنا، مش عايزين ندخل الجيش لأن إحنا سمعين إن الجيش ممكن نتعب فيه، ندخل ليه؟ ما إحنا عايزين نرتاح. فإحنا طلبتنا بنبحث عن إننا إما نكون مبسوطين، إما نكون فرحانين، إما نكون مرتاحين، دي طلبتنا، نحصل على اللي إحنا عايزينه عشان نرتاح عشان نتبسط. لكن خلي العبارة دي قدامك، الله لا يريدنا أن نكون مسرورين، الله يريدنا أن نكون قديسين، ولأن الله يريدنا أن نكون قديسين أكثر من أن نكون فقط سعداء أو فرحين في الأرض، فهو صالح يفعل صلاح ولا يمكن أن يتغير. صلي، اترك طلبتك بإيمان أمام الله، بإيمان أنه موجود، أنه قادر، أنه قادر أن يعطيك، لكن خلي دايما إرادة الله هي طلبتك الأولى، خلي ربنا هو اللي يعمل، هو اللي ينظم، هو اللي يدي اللي هو عايزه وما يديش اللي هو عايزه، لأنه صالح وإلى الأبد رحمتهم. العذراء كانت إنسانة صلاة تعلمنا أنها أسرعت بالصلاة، سبحت الله، اعترفت بفضله وبعظيم صنعه. حياتنا كلها أفضل من الله، فيجب دائما وفي كل حين أن نقدم لله كل الشكر وكل التسبيح، نعترف بفضله بركة وشفاعة سيدتنا كلنا العذراء مريم، وبركة هذا الصوم صلوات سيدنا الحبيب تشملنا جميعا، إنهن له كل المجد والكرامة في كنيسة الآن وكل أوان إلى الأبد، آمين. نشكر محبة سيدنا الأنبا في لوباتير على هذه الكلمة وسياحة في الصلاة، وعلمنا كيف نصلي، وأن الصلاة ليس لتحقيق رغباتنا، ولكن الصلاة لتغيير رغباتنا لكي ما تتوافق مع رغبة الله لينا. الكنيسة بتعلمنا اصنع معنا حسب صلاحك، مش حسب صلاحي، حسب صلاحك. واحد الآباء قال لذة الصلاة أعمق من لذة الاستجابة، يعني احنا ربنا بيفرح بينا لما نقف ونصلي، واحنا لما نكون في ضيقة ونقف نصلي بنصلي من أعماقنا، ولما يستجيب خلي بالكم ازاي، فلذة الصلاة ووقفة الصلاة أعمق من لذة الاستجابة. شكرا سيدنا أنبا في لوباتير، وبكرة القداس بنعمة ربنا الساعة 8، القداس بكرة من 8 لـ10. تفضلوا نصلي. مين الليلو يا دوك سابتريكي وكي عجب نماتي كيني كايكي السوسي ونصوني ونعامين تنو شفولن قوام مزيو بنشوي سموني موايمي في عروم عريبك ناينم تكيريني وينصبتن بيك لا وستين مونو ونعينان كبيرين تخاري سمو سيست تمل شي سادك تمت خلو ينتي يا كبينو قنعا انتي ماتو صالة بكتا تصد بنتي دافينتي صوفيا انتي صالوم ابن مبارك لنتون في طب ايه جن يا بوستول شوسف يا عريب ام خنم بطاهو يرد فن بنيوت التايوت نار شيرين سبابا بطا وادر نم بنيوت نيبس كوبس اوا في روباتي نم
بنيوتن ابيس كوبس افاستيف فنوتن تيت في فتاغرو جنو سرونو سرع ميشن رمبينا مانسيو انهيريني كون تيف سيفيو انو غاجيتي رو صابي سيتي نو تشالف جين كون طب بخريستو سيري كنت فكان انو فينا نفرخن اوهيريني كتاب ابنشتين ناي كيري ليسون كيري ليسون إيري يبلو جسون أمين اسمو إيروي اسمو إيروي استيمي تاني أكون يبل قون بيسمو أمين بي خريسوس بن نوتي أمين إسعشو مسيحو لنا ملك السلام أعطنا السلام أقرر لنا سنة فلنا قطعنا لك الملك وقال مجد للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ونعمة ابني الوحيد شركة نويبة تعطيط الروح القدس تكون مع جميعكم دوب السلام والسلام المسيحكم مع جميعكم.